بسم الله. تمارين حول درس العمليات على الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2016-2017. تمرين رقم 5. احسب ما يلي: M تساوي 324 ناقص بين قوسين 128 زائد 43 زائد 201. N تساوي بين قوسين 625 ناقص 432 ناقص بين قوسين 16.2 زائد 131. أخيرا B تساوي بين قوسين 756 ناقص 420 في بين قوسين 999 ناقص 998. يلا انقل التمرين في دفترك ثم أنجزه، سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا سأنتظرك. يلا نبدأ التصحيح. M تساوي 324 ناقص بين قوسين 128 ناقص زائد 43 ثم زائد 201. يلا ما هي المرحلة الأولى؟ نعم، سنقوم بحساب ما بين قوسين هذا الجزء. إذن M تساوي كما ترى 324 ناقص، ثم نحسب مجموع العددين 128 و43، كم يساوي هذا المجموع؟ فعلا 171 ثم زائد 201. الآن سنحسب فرق هذين العددين، كم يساوي هذا الفرق؟ فعلا 153 ثم زائد 201. كم يساوي أخيرا مجموع العددين 153 و201؟ فعلا 354. إذن M تساوي 354. نمر نحسب N. N تساوي بين قوسين 625 ناقص 432 ناقص بين قوسين 16.2 زائد 131. يلا في رأيك ما هي المرحلة الأولى؟ بطبيعة الحال سوف نحسب فرق العددين 625 و432، ثم بعد ذلك سنحسب مجموع العددين 16.2 و131. إذن نبدأ بالفرق الأول، كم يساوي هذا الفرق؟ فعلا 193 ناقص، ثم نحسب مجموع العددين العشريين 16.2 و131، وهذا المجموع هو كم؟ نعم هو 147.2. الآن نحسب فرق هذه القيمتين، كم يساوي هذا الفرق؟ 193 ناقص 147.2 تساوي كم؟ فعلا تساوي 45.8. لنحسب أخيرا بي. بي تساوي بين قوسين 756 ناقص 420 في بين قوسين 999 ناقص 998. إذن سنحسب أولا ماذا؟ نعم سنحسب ما بداخل الأقواس، أي 756 ناقص 420 ثم نحسب 999 ناقص 998. إذن كم وجدت؟ يعني الفرق الأول هو 336 والفرق الثاني هو 1، و 336 في 1 تساوي العدد 336 نفسه. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعداد يد الصفاء مراكش. إلى اللقاء.